النظام التعليمي الجديد. الحقيقة قضية يعني أثارت جدل كبير جدا في الشارع المصري. أظن أنه معانا تقرير عن هذا الموضوع، عن رأي الشارع المصري في هذه القضية. النظام الجديد هو هيكون كويس للطلبه اللي هم المجتهدين، يعني مش هيكون فيه غش والكلام ده. ان هو يبقى 12 امتحان في الماده، يعني بياخدوا احسن 6 درجات. الست درجات دي بتطبق على كل ماده، يعني احسن 6 درجات في احسن 6 امتحانات بعد كده بياخدوها. دي بيبقى حاجه كويسه انك تطلع بيها جامعه، يعني احسن من الامتحانات اللي هم عاملينها دلوقتي، عشان نظام البوكلت ده مش كويس. انا السؤال الواحد عندي 5، عنده 7 عند غيري عشان منع الغش. بس المسافه بتاعت الاجابه ساعات، الوقت بتاع الاجابه ساعات ما بيكفيش، وفي نفس الوقت ممكن لو عايز تكتب اجابه اضافيه او حاجه ما فيش مكان ليها، فهو ده ممكن يكون عيب البوكلت. هو كويس وكل حاجه، وبرده منع الغش كتير، وكان الاسئله كل واحد مختلف عن التاني، وده حاجه كويسه ان كل واحد يعتمد على نفسه وكل واحد مجهوده وكده. هو نظام عادي، بس المشكله فيه اللي هو المساحه، بس ممكن ما تكفيش. ترتيب الاسئله ممكن مثلا الجوار دي يعني بتنمي المستوى اكتر، بتساعد برضو على اللي هو كل واحد يعني يذاكر، يعني تحسين المستوى عشان ما فيش غش وما فيش الكلام ده. هو بص، هو حضرتك ليه مميزات وعيوب في نفس الوقت. مميزاته ايه؟ انت بيكون عندك 3 سنين اول سنه تراكمي، او اذا جبت في اول سنه درجه كويسه وجبت وفي ثانيه سنه درجه كويسه، ثالث سنه هتجيب درجه كويسه. وفي عيوب ان هم برضه ظلم، يعني لازم يشد 3 سنين، يعني هيتعب التعب مضاعف. بالنسبه لان انا ولي امر هيريحنا من حاجات كتير قوي. اولا الدروس الخصوصيه، لان ديت عامله زي مافيا في البلد. كل الدروس كل واحد بيشرط بشروط معينه، يقول لك لو ما خدتش عندي درس يبقى ملوش عندي اعمال سنه، ده اول كلمه بيقولها. المشكله ان هو برضه هيتبع دروس خصوصيه برضه نفس من ابتداء من اولى. من اولى ثانوي لغايه ثالثه ثانوي. فطبعا بتبقى عبء على ولي الامر. ما اعتقدش انه ينفع يتطبق في مصر. اولا ان احنا لازم عشان نعمل الكلام ده لازم يبقى فيه خطوات قبل كده. يعني احنا في بعض المدارس، منهم مدارس مثلا كده، ان في اللي هي السبوره الذكيه او كده لغايه دلوقتي ما استخدمتش ومتكهنه وباظت ومن التراب والحاجات دي. هل انت هتقدر التاب اللي هو هياخده؟ في ناس في الارياف وفي ناس هنا وفي ناس هنا. الطالب احنا دلوقتي بنقول بيقعد على الكمبيوتر وظهره وعينيه ومش عارف، هيقعد الفتره دي كلها يذاكر؟ موضوع التابلت ده تقريبا نسبه 100% مش هيتحقق. موضوع اللي هو ال3 سنين تراكمي دوت، انت كده ما بتعملش حاجه كويسه. انت عندك 3 سنين دول، انت مجبر اللي تخلي الطالب ال3 سنين دولت قاعد قدام الكتاب 24 ساعه، وانت كده ما عملتش اي حاجه.